FM. الكلمة ليك. أبار الصحافة ما تكلم علينا حتى حد، لا قالت ميركل هندينو ولا قالت فرنسا معناتها حطوا روسهم تحت الزاورة، ولا الإعلام الموجه صحيحهم شوية تكلمت لوموند وكل صحافة تكلمت بيسور كومون، لكن ال- 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 السياسيين ما خرج حتى حد وتكلم. وفي ساعة تسارعت الأحداث وجات باش غطات السفير الروسي الضرب في زوريخ وكذلك التفجير في برلين. دونك تسارعت الأحداث وتنسيت القضية متاع تونس اللي هو إنسان عالم وأحنا نعرفوا اللي الدوائر الأجنبية راهي تعس علينا، وهذا يلزم ما ينسيناش في الطريقة. وأنا أدعو المستمعين لأفيرتي يلزمهم وخاصة الشباب يمشوا يدخلوا الانترنت ويشوفوا كيفاش صار التصفيت العلماء العراقيين والمصريين، كيفاش صارت الضربة متاع تموز وقت اللي في 81 معناتها لاهين هما يحضروا في الحرب العراقية الإيرانية بيناتهم بين الجيران، وكيفاش ضربت معناتها إسرائيل في العمق متاع العراق بالرغم من العراق أنتم ما تعرفوا كيفاش، وكيفاش اخترقت دمشق باش ضرب مغنية وغيره وغيره. فبالتالي احنا يلزمنا نكونوا متفطنين اللي الدولة هذه الصياغة الجديدة القادم من الأيام. احنا ديما نلوموا على نظام بورقيبة وعلى نظام بن علي انه معناتها مخلين الحبل على جرارة وكأنه ما يسعوش باش يعاقبوا اسرائيل ولا باش احنا راو بارتي بري، احنا رانا معناتها نهارت اللي تحملنا وزر قضية فلسطينية تحملوها ابائنا وقتلي مشاو على ساقيهم، وإلا احنا استقبلناهم في 82 وعلى الراس والعين. راهو يلزم زادا نتحملوا مسؤوليتنا في كل شيء لان تونس معرضة ونول نيتي بارني. علاش احنا يعملوا فينا اللي عملوا فينا من أجل جانا مكاين بعد 7 أيام من الثورة، كان تذكروا مش المرة اللي تقابل فيها مع السيد جبالي، لا المرة الأولى جاء بزع بعد 7 أيام من 8 أيام مازالت القصبة الأولى معناتها شاعلة، وهو جاء وقال بصريح العبارة أنه لمح أنه عينه على ليبيا. علاش احنا تحطونا معناتها قنطرة باش نتعديه. هنا نرجع للشهيد وتعامل السلطة التونسية، قلتها البارح قدامكم وأنا باش نكتبها في تحياتي اليوم وهاو نزيد نعودها. راهو تونس اليوم عندها زوز مسارات، المسار الأول أولا البحث والتدليل على أن استخبارات اخترقت هذا البلد، وعندها مجلس الأمن وعندنا في العلاقات الدولية واتفاقية روما واتفاقية الكل وهذا يمكنها. الحاجة الثانية المسار خويا معز وبلال أنه الدولة التونسية اليوم والخارجية يجب أن تقف إلى نظرائها الأوروبيين، وأنا نعرف الأوروبيين يسمعوا فيها توا الكوميسيون أوروبيان. الكلمة ليك.